أعزائي الأصدقاء، حييكم حميد عقبي من باريس. أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة، وأتابع معكم تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية، وأيضا نبحث بعض القضايا في المجال السينمائي العالمي والعربي. وأود أن أذهب بكم اليوم في حلقة شائكة، ربما نود أن نتطرق إلى أشهر السرقات السينمائية المصرية العربية من أفلام سينمائية عالمية. وأبدأ معكم اليوم من فيلم الإمبراطور للمخرج طارق العريان، أشهر سرقة سينمائية مصرية عربية. طبعا المخرج كتب في خلال أو في التايتل أن الفيلم مستوحى أو مستنبط أو مستوحى من فيلم الوجه ذو الندبة، الذي أنتج 1983 بطولة النجم الأمريكي العظيم الباتشينو، وإنتاج 83. هذا الفيلم المعروف جدا، والذي يمكن ايضا ان هو اخراج براين دي بالما، كتبه اوليفر ستون، وقام ببطولته كما قلت الباتشينو في دور انطوني او توني مونتانا، وكذلك ميشيل فايفر. يتكلم الفيلم عن اللاجئ الكوبي مهرج الكوكايين، ذلك الشخص الذي ايضا جاء من الحضيض او جاء من الهامش وجاء بكل ليبني بعد ذلك إمبراطورية كبيرة وعظيمة جدا من خلال التجارة بالمخدرات، ويصبح الإمبراطور أو يكون أيضا المصير. القضية هنا يعني، ونحن نناقش مثل هذه القضايا الشائكة، يعني ربما يعني البعض أو الكثير من النقاد لا يتحدثون عن هذا الفيلم ولا يشيرون بأنه سرقة سينمائية واضحة جدا، لأن إذا حللنا وإذا شاهدنا الفيلمين فلا نحتاج أن إلى يعني إمكانيات ولا إلى عقلية ولا إلى تحليل. زينهم تقريبا، والذي كان بطولة الأستاذ الكبير أحمد فتحي، وكان يعني بطولة أيضا الأستاذ رغدة في دور حياة، وكذلك بطولة الأستاذ الكبير أيضا. فنحن هنا يعني حقيقة يعني مع هذه أو هذه هذا الفيلم بالذات، ربما نستغرب كثيرا جدا، نستغرب كثيرا جدا كيف للأستاذ أحمد فتحي، يعني وهو يعني شخصية عظيمة نحبه جدا، ويعني ربما الأستاذ أحمد فتحي أيضا، طبعا أبو بكر عزت، محمود حميدة من الذين عملوا يعني نجوم. أبو بكر عزت يعني ممثل قدير جدا ورائع، محمود حميدة ما زال حي يرزق، وأيضا ممثل قدير. لا أدري بالضبط يعني الأستاذ أحمد فتحي يعني كيف بالضبط، يعني عندما يحلل أو عندما نحلل أداء الأستاذ أحمد فتحي أو محمود حميدة أو حتى أبو بكر عزت، عندما نحلل الأداء نجد أن الأداء يتشابه تماما، يعني الاجتهادات جدا قليلة جدا في أداء الممثلين في فيلم الإمبراطور، جدا جدا قليلة. يعني كان الأستاذ أحمد زكي متماهي جدا مع شخصية البطل الباتشينو، يكاد يقلده في الملمس في الملامح، يعني صحيح أنه حاول أن يضيف شخصيته وأن يضيف أحمد فتحي، لكن طبعا أحمد فتحي ليس هذا أحمد فتحي الذي مثلا شاهدناه في فيلم الهروب مثلا، كان هناك أناقة وكان هناك إبداع عظيم، أو في فيلم ضد الحكومة أو عشرات الأفلام البيضة والحجر. يعني نجد أن أحمد فتحي لم يكن مقيدا حقيقة بهيكل معين بإطار معين، كان أحمد فتحي يريد أن يوضح، وكان يريد أيضا أن يفجر إمكانيات أحمد زكي، عفوا أحمد زكي الإبداعية. لا أحيانا ربما وللأسف الشديد يلجأ الممثل لظروف اقتصادية لظروف مادية أن يتورط في مثل هذه الورطات الفاشلة، وهذه الورطات أيضا القاتلة، يعني لأنها تقتل، ولأن بعد ذلك عندما يأتي النقاد يعني بعد 10 سنوات بعد 20 سنة ممكن أن يأتي محلل وأن يجد أن هذا الأداء لم يكن حقيقة أداء أحمد فتحي كنا أو محمود حميدة أو أبو بكر عزت أو رغدة. حتى يعني عندما نلاحظ وعندما نأتي هنا، ما هو الفرق ما بين الاستنباط وما بين السرقة؟ يعني كما يوضح أستاذنا الكبير المناصرة ويقول الفرق بين التناص والتلاص، هون تلاص، تلاص مطلق، هون تلاص بحرية،
يعني سرق بحرية يعني من بداية العمل إلى نهايته، يعني هناك التغيير. طبعا في بعض النقاد يقولون أحيانا يكون هنالك ضرورة معينة، وذلك بسبب ما يسمونها التمصير، يعني فيلم عالمي روسي أمريكي تايلاندي، وربما الآن العجلة جرارة في السرقات خاصة. يعني حتى طارق العريان في فيلمه الأخير أولاد رزق الثالث، وأنا كنت قد حللته، ستجدون هنا التحليل وافيا وكاملا جدا عن هذا العمل. يعني أولاد رزق طارق العريان لا يزال أو هو يشتغل في نفس البوتقة، في السرقة والنهب والكبش، يعني هو يكبش ويقترف من هذا الفيلم لقطة، ومن ذلك الفيلم أسلوب، ومن ذلك الفيلم كذا كذا. لكن هذا الفيلم حقيقة يعني هو لم يقترف من فيلم واحد، يعني قصدي من أفلام متعددة. يعني طارق العريان للأسف يعني يبدو أنه لا يمتلك سياسة، لا يمتلك نهج، لا يمتلك مخرج، لا يمتلك مثلا مدرسة خاصة. يعني مدرسته الخاصة ربما أو مدرسته التي يجدها هي أنه الاقتراف من إبداعات الآخرين، أفلام من تايلاند، أفلام من كوريا الشمالية، أفلام عفوا الجنوبية، أفلام من أمريكية، أفلام أوروبية، أفلام كذا يقترب. فتجد في أفلامي، أو ربما إذا عدنا ونحلل كل أفلام طارق العريان سنكتشف كوارث عظيمة جدا. يعني بمعنى انه هون ليس ابداع حقيقه، لست مبدع انت عندما تقترف وعندما تسرق من ابداعات الاخرين، هذا ليس ابداع، انك تحرك الكاميرا نفس ما يحركها المبدع الاول. يعني في فيلم الامبراطور حقيقه نفس اللقطات، يحافظ على نفس اللقطات في كثير، يعني ما نقدر نعدد نقول والله لقطه او لقطتين. يعني نتصور ان الازياء، ان الزي يعني الكوستيم يعني الديكور، يعني نتصور ان البذله، هذا لابس ابيض مثلا يكون ذلك رجل المخدرات، فهذا يلبس، هذا يلبس كحلي انطوني اي يلبس احمد فتحي او زينهم نفس الملبس، يعني في نفس المشهد. يعني من البدايه الى النهايه، حتى النهايه يعني النهايه يعني حاول ان يغير فيها قليلا، لكن نفس لقطه او نفس اللقطه تقريبا، اللي هي عندما تاتي رصاصه من الخلف في ظهر انطوني، فهنا تاتي ظهر او طوني، تاتي هنا ايضا رصاصه في ظهر الامبراطور او احمد فتحي، نفس العمليه. يعني حتى بالنسبه بما يعني التعامل مع الفتاه اللي هي رغده او اللي هي حياه، يعني تقريبا نفس الفتاه الموجوده التي كانت موجوده في هذا الفيلم. يعني لا يوجد، يعني ونحن عندما الفيلمين موجوده تقريبا على الانترنت، موجوده تستطيعون ان تشاهدوها، ستجدون نفس اللقطات، نفس الديكور، نفس نظرة العين، نفس أحجام اللقطات، نفس أحجام أو نفس الزوايا التي يعطيها الكاميرا. يعني مثلا تعالوا مثلا في البار، نفس الحوار، يعني لا يوجد شيء، لا يوجد. حتى محمود حميدة أيضا فقد كان يعني مع تقريبا كان نفس الأداء اللي هو كان يعطيه البطل المساعد أو الشخصية الثانوية أو الشخصية الثانية الموجودة في الفيلم اللي هو فيلم برايان دي بالما. يعني لا يوجد هون، نحن لا لسنا نحن حقيقة لسنا نحن مع أي نوع من أنواع الإبداع حقيقة. الذين يقولون لا والله هذه مسألة اسمها تمصير، مسألة اسمها تعريب، يعني وهذا التعريب او تحت ما يسمى التعريب، وحتى وتحت ما يسمى التمصير. وطبعا عندما نقرا عن السرقات السينمائيه العربيه وخاصه في الافلام المصريه، لماذا نقول في الافلام المصريه خاصه؟ لانها الاكثر شهره والتي لها جمهور، والتي هي احنا شاهدناها وتابعناها. يعني انا قرات تقرير يوجد اكثر من 186 عملا مصريا هو مستوحى او هو مقتبس او هو ماخوذ تماما، وخاصة أفلام أحمد حلمي. يعني كل أغلب يعني أفلام أحمد حلمي تقريبا ما هي إلا يعني مأخوذة تماما من أفلام أخرى أجنبية. حتى القاص والكاتب الكبير يوسف السباعي، يعني في أحد أفلامه أو في أحد الأفلام التي كتب لها السيناريو، وهي أعتقد عشق الأسياد تقريبا فيلم، فهذا الفيلم يعني أيضا مأخوذ تماما من فيلم أمريكي.
وبنفس اللقطات بنفس احجام اللقطات، يعني كان التغييرات بسيطه جدا، ان تلك او ذلك الشخص اللي هو عشق الاسياد، نعم، او روايه عشق الاسياد هي نفسها، هذه الروايه هي روايه او حقيقه هي فيلم، يعني فيلم امريكي ذاك عشق الاسياد تقريبا، او حب الاسياد، والله ما برجع لها مره ثانيه. لكن احنا ما يهمنا مع فيلم الامبراطور طالق العريان، الذين يقولون لا نحن لسنا مع السرقة، ف يعني ما أدري بالضبط عن ماذا تدافعون. ابدأ من اللقطة الأولى، ابدأ من هذا الريبورتاج الذي كان يتحدث مثلا عن مشروع المخدرات ومحاربة المخدرات وكذا وكذا، وهذا نفس الفيلم في الإمبراطور، نفس العملية بدأ به بنسج أو بمقدمة أشبه بالوثائقية، يعني انك انت فقط تمثل، حتى بالنسبه مثلا للرجل، او بالنسبه التغيير البسيط الذي احدثه طارق العريان، ان البطل لديه اخت، يعني في الفيلم الاصلي اللي هو الرجل ذو الندبه له اخت وليس، ولكن هنا اشتغل، او هنا اشتغل طارق العريان، لانه هو لا يريد ان يعطي، او من الصعب ربما ان المشاهد يتقبل ان بنت مثلا تذهب وتنام مع شخص اخر او كذا، فهو اشتغل وجاب بدله، يعني بدل ما يكون لديه أخت جعلها أخت، يعني هاي أيضا المصيبة يعني جدا. فهل هذه الموديفيكاسيون أو هل هذه التعديلات البسيطة جدا هي كافية؟ هل هي كافية مثلا بحيث أنها تكون، يعني يقول لك والله غير هاي هون في شخصية أدخلها، وفي شخصية أبعدها، وفي شخصية، المصيبة ليست مثلا انك يعني حتى عندما تقول، وهذا ما يقودنا الى الاسئلة هنا، ونقول للنقاد، يعني انا مرة والله كان في احد الاصدقاء ويقول انه مختص بالسرقات السينمائية، استدعته في احدى الحلقات احدى المذيعات برنامج كان على التلفزيون يتحدث عن السرقات الادبية والفنية، فالمذيعة ذهبت ويتحدثون عن السرقات الموجودة في امريكا وسط القضايا الضخمة، هاري بوتر مش عارف ايش، والقضايا الكبيرة الموجودة في اوروبا. طيب انت يا عمي، انت قدامك، انت بجانبك، وانت في، يعني الان افلام السيركي يعني 99% منها مسروقه، يعني فيذهب النقاد احيانا ويقولون، وكأن شرعنا احيانا ما يقول الكاتب الشهير فلان الفلاني، والبعض يقول لك لا شكسبير كان سارق، وكان يعني اخذ مطلاس، وكان مطناس، وكان مستوحى، وكان كذا. يعني انت تذهب الى هذه الاشياء الكبيره جدا التي هي لم تحل اساسا او كذا، انت بجانبك، انت بجانبك، بجارك، جارك الان فيلم يعرض في السينما بجوارك، وانت ذاهب الى الاستوديو وترى هذا الفيلم اساسا انه مسروق، يعني مسروق، وخاصه من الافلام الاخيره، افلام السبكي، هذا سمره ومش عارف مين، كلها مسروقة من أفلام حقيقة كوريا الشمال الجنوبية، يعني مسروقة تماما، يعني نفس اللقطة، نفس التقنية، نفس هذا. إذا فهذا الفيلم، يعني هذا الفيلم، أو الذين مثلا، يعني حتى طارق العريان هو، يعني المشكلة إنه يعني هو لم يسرق فيلما واحدا، يعني هو مستمر تماما على نفس هذا المنوال. العجيب أن أمثال هؤلاء الذين مثلا يتجهون إلى السرقات بهذه الكبشة هاي، يعني بهذا الاغتراف الكبير جدا في وضح النهار، هو مجرد انه يضع لك في نهاية التايتل، في بداية الفيلم او نهاية الفيلم، هذا العمل مستوحى كذا، او هذا العمل اخذ بعضا من كذا، واعتقد انه ربما لم يحصل على الحقوق القانونية بانه مثلا انه يستوحي هذا العمل، او انه يأخذ هذه العمل بحيث انه لم يشتري هذه الحقوق، لكن طبعا لانهم كانوا، يعني او ان السينما المصريه ربما لماذا هي لم تفضح كثيرا حول العالم، اولا لان السينما المصريه ومثل مثلا هذا الفيلم لم يذهب الى اي مهرجان دولي او كذا، يعني كان العرض، يعني او العروض، اغلب العروض الافلام المصريه يعني، وخاصه في فتره من الفترات كان انتاج كثيف، فكان إنتاج كثيف جدا، يعني وخاصة قبل التسعينات كان إنتاج كثيف، كان الناس ما عندها وقت أحيانا ياخذ رواية، واحد يتفرج على فيلم، أو هؤلاء الذين يسافرون ويشوفوا فيلم ربما حتى لم يصل، أو ليس ب أو أحد أصدقائهم يرسلون لهم بأفلام في الكاسيت إلى مصر وكذا، فيقومون يأخذون بنفس اللقطة، يعني نفس اللقطة، نفس الحجم، نفس الإضاءة، نفس المكان، نفس الزي، نفس الحركات، نفس حركات الممثل،
وبعد ذلك تقول لي استيحاء. هذا ليس استيحاء حقا، هذا ليس يعني مثلا انك تستوعي، انك تتاثر، انك في فرق كبير ما بين تاثر. اذا احنا نتحدث عن سينما هيتشكوك على سبيل المثال، سنجد عشرات ومئات تاثروا بهذا الاسلوب، ولكن في كل مره انت تتاثر بشيء معين، لكنك تقدمه بطريقه، ربما تتاثر بلقطه معينه. يعني حتى الفرنسيين تأثروا مثلا يعني بعض المخرجين، يعني كان في نوع من التبادل التأثيرات ما بين أنجمار برجمان وما بين مثلا تاركوفسكي. لكن أنجمار برجمان يقول بكل فخر، يقول يعني تاركوفسكي هذا رجل الخيال والرجل الذي لا يقال، رغم أن يعني مثلا تاركوفسكي أنتج ثلاث يعني تقريبا 8 أو 9 أفلام، أنجمار برجمان أنتج 120 أو 80 فيلما. ففي هذا التأثر وفي هذا الاعتراف في كل مقالة، في كل مكان، في كل يعني في كل مناسبة. بينما مثلا إخواننا العرب للأسف يغترفون ويشرقون وينهبون من جهد الآخرين ومن أفلام سينمائية أخرى، ولا يقول لك أنا تأثرت. مثلا ربما يقول يعني أحيانا والله أنا تأثرت بالكاتب الأمريكي كذا، أنا متأثر بهوليود، أنا متأثر بكذا كذا. لكن أنت يعني في فرق كبير جدا ما بين التأثر وما بين السرقة. فهذا الفيلم يعني صح أنه أنتج 1990، الآن مر عليه تقريبا كم الآن، إحنا تقريبا أكثر من 34 سنة، ولكن هذا لا يعفي، وخاصة لا يعفي المسؤولية، أو لا يعفينا كنقاد أن نتحدث عن طارق العريان والذي يقترف من إبداعات الآخرين تحت مسمى الاستيحاء، أو قصدي الاستلهام أو المعالجة، أو حتى هو لم يقل أنه معالجة مثلا أخرى. فيعني حقيقة يعني طارق العريان يعني، وحتى أنه يعني بحيث أنه حتى في فيلم الأخير كما قلت أفلام رزق، كان أيضا فضيحة من الفضائح، يعني من الفضائح الكبيرة. وربما يعني إذا حللنا أيضا فيلمه الأخير، يعني الرجل هو استمر يعني نهجه هو هذا النهج يعني. فالغريبة جدا أن الذين يسرقون والذين مثلا يكبشون أو الذين تحت مسمى الاستيحاء أو الاستلهام أو التأثر، أنت تتأثر بلقطة يا أخي، ولكنك أنت تأثرت هنا في هذا الفيلم، وخاصة فيلم الإمبراطور، تقريبا كل لقطة. يعني تقريبا الجهد طارق العريان يعني صفر. وهذا العمل عندما نشاهده، ان الممثلين كل اغلب الممثلين شاهدوا هذا الفيلم ليس مره واحده وليس مرتين، ولكن على الاقل 20 مره ربما او 50 مره، لانهم كانوا ربما كانهم يصورون كل مشهد ويشاهدون ويعدون المشهد بنفس التقنيه وبنفس الاضاءه بنفس يعني المكان. احيانا يكون هناك تغييرات بسيطه، يعني الأنطوني هذا وبين زينهم والأم نفس الحوار نفس الحديث، يعني كانت الأم يعني هي ترفض تماما أن يدخل، رغم أنها يعني هي يعني غير مسلمة أو كذا، لكنها كانت مؤمنة أن هذا المال مالا حقيرا، وهذا المال كان مالا حراما، أو هذا المال مالا مدنسا، وأن هذا الرجل يعني أنت تقول له من قتلت بعد ذلك حتى تأتي بالمال. يعني نفس تقريبا نفس الأم الموجودة أو مشهد الأم الموجود في فيلم الإمبراطور. لا توجد أي اختلافات حقيقة، يعني لا توجد اختلافات يعني جوهرية، لا توجد حقيقة. ومسألة أن يعني ربما نحن كنقاد يجب علينا أن نشتغل على هذه أو على هذه الإشكاليات، وهي إشكاليات إبداعية التي بحيث أن يعني هذا الجيل الجديد أو هذا الجيل من المخرجين ربما الذي سيأتي، أو ربما عندما يصبح أو عندما تصبح السرقة تشرعن السرقة تحت ما يسمى المصرنة. يعني أنا بدي أعمله بدل فيلم أمريكي، أنا أمصرنه، أنا أعربه. يعني هذه حقيقة. يعني أنت يعني أولا هناك في ما يسمى الحقوق الملكية الفكرية والكذا، فأنت إذا أخذت فيلما من بدايته إلى نهايته، عليك أن تشتري كل الحقوق، عليك أن تشتري هذا الحق حق إعادة الفيلم. يعني في مثلا إحنا شفنا وشاهدنا مثلا في أفلام أمريكية وأفلام بريطانية وأفلام أوروبية، يعني أنتجت مثلا الفارق الزمني يكون 20 25 سنة. يعني مثلا فيلم التيتانيك يعني كان في الستينات وبعد ذلك أعيد وإنتاجه
ولكن بطريقة مختلفة، أعيدها بطريقة أكثر تقنية، أعيدها بكذا كذا. فهاي كان يعني حقيقة يعني في شيء آخر، وكذلك حقوق، شراء حقوق الملكية الفكرية والإشارة والكذا، يعني في نوع من الاحترام الملكية الفكرية واحترام الفن واحترام الكذا. ويكون هناك أيضا اجتهاد، أنت تجتهد بحيث أنك شكسبير مثلا أو مولير أو أي ما اسمه أي كاتب مسرحي أو أي روائي أو كذا، فيكتور هيجو، عندما يعاد وتعاد دائما، تعاد بعض أعمالهم، أو تعاد مثلا لوليتا، وأنا تحدثت عن لوليتا للكاتب الروسي الأمريكي ناباكوف، وقلت أنه تم هذا الفيلم أو اشتغلوا عليه ما يقارب من 800 تقريبا 83 مرة، 83 أو 86 مرة تم الاشتغال على هذه الرواية. ولكن في كل رواية، وأنا تناولت في الذي يمكن أن تعودوا إلى قناة المنتدى العربي أو إلى قناتي، تناولت مثلا لوليتا لستانلي كوبريك، والذي كان في 62 1962، وتناولت أيضا لوليتا، ستجدون أيضا هناك أيضا يعني إعادة، أو هناك أيضا قراءة لفيلم لوليتا للمخرج البريطاني أدريان لين. فسنلاحظ أن يعني ما بين الاثنين، ما بين أدريان لين وما بين ستانلي كوبريك، ثمة اختلافات، ثمة اجتهادات، ثمة اشتغالات، ثمة أيضا بالنسبة على الأداء، بالنسبة لاختيار الضوء، بالنسبة لاختيار المكان، بالنسبة لكذا، يعني في اختلافات متعددة، في اجتهادات يعني جديدة، في إعادة أو في نوع من الاجتهاد. ولكن أنت عندما لا تكون مجتهد تماما وتقول أنه مقتبس، هذا ليس اقتباس حقيقة. الاقتباس أنت تقتبس مثلا، ربما تقتبس ولكن تعيد، أنت تعايد. وفي بعض الناس طبعا يقول لك لا، هذا موت المؤلف، هذا الفيلم مثلا صار له يعني، رغم أن الفارق الزمني ما بين الفيلمين تقريبا هو كله أقل من 7 سنوات. يعني فيلم طارق العريان هذاك 1990، وبينما ان فيلم الباتشينو او فيلم دي بالما هو 1983، 7 سنوات. كيف تجيز لنفسك في خلال 7 سنوات انك يعني تسرقه كاملا؟ لو كان بعد 20 سنة وعاد واشتغل، ولكن عاد مسرنته، معنى خلق قضايا جديدة، خلق شخصيات جديدة، إعادة تركيب هذه الشخصية أو مسرنتها مثلا. يعني هنا لا نجد حقيقة، وين ما نجد، لا نجد في تحليل عندما نحلل، وعندما نأتي وعندما نتحدث عن سواء في الشكل، يعني من خلال حركات البطلين اللي هو الإمبراطور، لا نجد حقيقة، لا نجد أي اجتهاد، أو لا نجد حقيقة أي، يعني نجد أن هناك نوع من التقليد، نوع من الكوبي كولي، نوع من نجد في تركيب كل لقطة تقريبا أو أكثر، يعني ربما بعض اللقطات في اختلافات بسيطة، ولكن يعني تقريبا عندما يكون عملك 80 70 90%، يعني هو مسروق تماما. يعني أنت جايب وعملت الديكوباج بنفس التقنية، بنفس تقنية الفيلم الأول، وانت عامل ديكوباج وعامل سيناريو، وبعد ذلك تقول انا اقتبس، هذا ليس اقتباس. الاقتباس ربما لو اقتبست فكره وعدت عالجتها، حتى قضيه ما يسمى موت المؤلف، رغم انه لا يحق لك ان تقتل المؤلف بعد 7 سنوات. يعني واحد لسه، يعني هذا يعني مصيبه وكوارث عظيمه. انا من الناس اللي سرقت علي مجموعه من القصائد، وبعد ذلك عالجها احدهم، و عندما سألت المؤلف وقال لي موت المؤلف يا أخي، قلت له موت المؤلف في هذا العمل أو هذا الجهد، أنا يعني ما صار له سنتين مثلا نشر، يعني لا يعني بعضها، يعني بعض القصائد كانت لا تزال طرية، وهذا هو عالجها في شكل، أو عالجها في شكل مسرحي. ولكن بعد ذلك الحمد لله استعدت حقوقي كاملة، وحتى اسمي وضع على هذا العمل المسرحي. فانت ازاي بس التفكير هاي اللي يجي يقول لك واحد لا موت المؤلف، انت ازاي تقتلنا؟ انا لسه ناشر قصيده قبل يومين، انا لسه عامل روايه او ناشرها ما تصار لهاش حتى 6 اشهر او سنه او سنتين، او حتى ان شاء الله 10 سنوات. يعني ازاي انت تاتي وتاخذ كل شيء، تاخذ كل الشخصيات، تاخذ كل شيء مثلا
او انا فيلم مثلا اشتغلته، او انت او مخرج في كوريا الجنوبيه، او مخرج في امريكا او في روسيا او في اوروبا، يعني لا يزال العمل له 10 سنوات، له 5 سنوات، له 4 سنوات، خرج العام الماضي، وانت تقول لي لا، موت المؤلف. زي موت المؤلف، انت تقتل المؤلف، يعني موت المؤلف، حتى موت المؤلف لا يعني انك تنقل كل شيء. يعني موت المؤلف يعني والاقتباس او التناص او كذا شيء مختلف تماما عما يحدث حقيقة. موت المؤلف انك انت تعيد، تحاور هذا المؤلف، تنقض مثلا بعض المرتكزات المهمة جدا اللي هو بنى عليها عمله. انت تخالفه تماما، انت تدخل قضايا عديدة. في هذا الفيلم الإمبراطور، وهذا وفيلم وفيلم دي بالما، حقيقة لا يوجد، لا يوجد هنا، نحن لسنا حقيقة أمام مثلا تداخلات، لسنا مع نقاش، لسنا مع تصادم مع هذا العمل. والله لو كان في تصادم مع هذا العمل وفي وجهات نظر مختلفة وفي نقاش مثلا مع هذا العمل، لنقول الاقتباس يعني ممكن، يعني ممكن أنك لأنك أنت حاورت، يعني دخلت في عمل مثلا معين واشتغلت عليه مثلا بطريقة معينة. أنا ككاتب أو أنا كشاعر مثلا أحيانا آخذ قصيدة أو آخذ مثلا لوحة تشكيلية، أو أدخل مثلا في عمق حوار فيلم وآخذ مثلا شيء وأعيد أحاور هذه النص، أو أعيد قولبته وأعيد يعني وأشير إليه حتى ولو إشارة بسيطة في أي نقطة من النقاط، أو يكون واضحا إذا كان مشهورا جدا. يعني أنت لا تستطيع أبدا أن تلغي صاحب الإبداع وأن تلغيه تماما وتقول أنا اقتبست في خلال، يعني معقول أنك تعطيه في خلال يعني على التايتل يعني 10 ثواني وأنت واخذ العمل كله ساعتين؟ يعني أين العدالة؟ أين الإبداع أنت كمبدع؟ فلذلك يعني حقيقة الأستاذ طارق العريان أو المخرج طارق العريان من أكثر الناس ومن أشهر المخرجين يعني في ما يسمى بالاقتباسات وما يسمى بالاقترافات، ولكنها يعني كما يعني إحنا عندما نكتب فيلم الإمبراطور للمخرج طارق العريان سنجد عشرات المقالات أو الإشارات، ليست هي مقالات تحليلية للأسف. هناك تسمى إشارات وتسمى يعني من أشهر سرقات السينمائية المصرية أو العربية، إنه طارق العريان سرق هذا العمل أو سرق فيلم الوجه ذو الندبة، لأن الجاهل والصغير والبسيط جدا يعني يفهم أن هناك جهد كبير جدا بذله المخرج براين دي بالما. دي بالما عندما اشتغل على هذا الفيلم اشتغل ووضع اللقطات ووضع زوايا الكاميرا ونسق ووضع إضاءة معينة ووضع خطط معينة، واشتغل مع كادر ضخم جدا، اشتغل مع كادر ضخم جدا، وبعد ذلك أنت تأتي تأخذ الديكوباج بتاعه كامل وتضعه وتقول أنا اقتبست منك يا دي بالما. عندما جاء هذا الممثل، يعني عندما يأتي هذا الممثل أو النجم الأمريكي، عندما اشتغل هذا الدور واشتغل عليه بطريقة حرفية وبذل جهدا كبيرا جدا. فالباتشينو عندما اشتغل هذا الدور، والأستاذ أحمد فتحي للأسف، عفوا أحمد زكي للأسف الشديد، الأستاذ أحمد زكي كان حقيقة يعني كان يعني مقلد كثير جدا، وضع القليل جدا جدا من أحمد زكي في هذا الفيلم. أما يعني محمود حميدة يعني تقريبا كان هو يعني واخذ الشخصية الثانية، أخذها يعني أخذا كبيرا حتى في حركة الوجه، يعني حتى في ردة الفعل. الأستاذ أبو بكر عزت نفس الشيء، يعني يعني رغدة نفس الشيء، يعني لا مجال لم يكن هنالك أي مجال في الإبداع في هذا الفيلم. وهذا الفيلم يعني حقيقة يجب أن يعاد النظر إليه من قبل النقاد، ويجب أن يعاد النظر حقيقة في إبداع أو في ما يفعله طارق العريان، لأن هذا الأسلوب يعني حقيقة. وعندما نجيز لطارق العريان، عندما نجيز لأي شخص أو أي مخرج أن يشتغل على هذه، أو عندما نجيز لشركة السبكي أنها تفعل يعني هذه الهبشات وهذه ما يسمى تحت موضوع أو الاقتباسات، هذه الهبشات الكبيرة والضخمة جداً يعني من الأفلام الأمريكية وأفلام كوريا الجنوبية، خاصة الأفلام الأكشن، ف
فنحن هنا نشرعن حقيقة السرقة، نحن نشرعن اللا إبداع. يعني الشخص أنت بدل ما تقعد وتعمل الفيلم وتكتبه لمدة 6 أشهر أو 7 أشهر وتناقشه مع هذا ومع هذا، أنت يحتاج لك عبارة عن أسبوع فقط واحد تأخذ الفيلم وتتفرج عليه، تعمل الديكوباج، هذه اللقطة كذا، هذه الزاوية كذا، الديكور الموجود كذا، وبعد ذلك تذهب إلى الاستديوهات و تحاول أن تخلق نفس البيئة، نفس هذا، حتى الملابس يا جماعة ما قدرت تتصرف فيها يا طارق العريان. فحقيقة هذا الموضوع، أو ممكن أن نفتح هذا الملف في عدد من الحلقات القادمة، نتحدث عن عدد من الأفلام العربية المسروقة بشكل فاضح وبشكل مرعب وبشكل يعني مؤسف جدا أن يكون أو أن يحدث هذا، وأن يظل المشكلة أيضا ليس أنه يعني حدث أوكي، ولكن يعني تجد أن هذا المخرج نفسه لا يزال يكمل مسيرته الفنية، هو في نفس هذا الإطار، في نفس هذا المجرى، في نفس هذا التوجه، اللي هو يقول لك أنا متأثر بالسينما كذا، أنا متأثر بكذا، وهو يأخذ نفس اللقطة أو لقطات من أفلام أخرى بنفسها، بترتيبتها، بزاوية الكاميرا، حركات الممثل، الأشياء التي تتحرك، الأكشن أو كذا، نفسها، ما في أي هذا. يعني يجيب لك فيلم يشاهد 20 25 30 فيلما أمريكيا وأفلام أوروبية أو وأفلام أكشن من كوريا الجنوبية، ويعيد لك إياها، وبعد ذلك يقول لك أنا مصري أو أنا عربي أو أنا كذا. الحقيقة لا، أنت تسرق، وهذا ما يجب أن نقوله مثلا لطارق العريان، وخاصة أنه ما زال حيا يرزق، ويجب عليه أن يسمع، يجب عليه أن يسمع أن هذا أو أن هذا أو أن هذا ما يفعله هو السرقة. ويجب أيضا على مثل ما يقول اللي اختشوا ماتوا، يجب أيضا على المخرجين الآخرين أو على الممثلين أيضا، أنت كممثل عليك أن ترفض حقيقة. لا نفهم بالضبط أن هؤلاء النجوم كيف قبلوا بذلك الوضعية، وكيف قبلوا بهذا العمل، وكيف قبلوا. يعني هاي طبعا، ولكل جواد كبوة، الأستاذ الكبير أحمد زكي، أستاذ نحبه، ويعني يأخذ مكان مقدس ويأخذ مكان مرموق جدا من ضمن الفنانين السينمائيين والممثلين الرائعين جدا. وأنا تحدثت عن تقريبا أكثر من 10 من أفلامه، وأعطيته كل المحبة والإجلال والتقدير، ولكن حقيقة عندما نعيد ونشاهد هذا الفيلم فنأسف جدا على هذه الكبوة، الله يرحمه. لا ندري، ربما يكون كان في مأزق مادي أو كذا، ولجأ إلى هذا العمل أو اشتغل هذا العمل، لا نفهم. وربما بعض النقاد المصريين قد يذكرون أو ربما يعددون هذه الأسباب، لكننا نحاسب حقيقة طارق العريان كمخرج، نحاسبه لأنه ما زال حيا، لا يزال حي، لا يزال موجود بين أظهرنا، ولا يزال يسرق، ولا يزال يقترب من أفلام سينمائية أخرى أجنبية تحت ما يسمى التأثر. فيجب أن نعطي الأسماء، أو أن نحن كنقاد يجب أن نكون أحيانا، حقيقة أحيانا يجب أن تقول لهذا الشخص هذا ليس اقتباسا. يعني وبعدين صار لك يعني معقول، يعني شخص من 1990 إلى اليوم، يعني يا رب ايش قد صار له الآن 35 34 سنة، وأنت ما زلت يعني ما زلت نفسا يعني متعودة ولا شنو يعني؟ متعودة يعني شنو؟ 34 سنة وأنت ما تزال أو لا تزال أنت يعني بنفس النمط. وما أعتقد أنه مثلا يعني لديه شجاعة طارق العريان، حتى يعني فيلمه الأخير أولاد رزق 3 أن يذهب به إلى مهرجان عالمي ويشارك به ويقول هذا فيلمي، سيردون عليه هذا ليس فيلمك، نقاد سيقول له هذا الفيلم مسروق عليه إكس، هون لقطة مأخوذة من فيلم كذا، هذه اللقطة مأخوذة من كذا، هذه الإضاءة، هذه أحيانا الديكور، هذه أحيانا حركة الممثل واشتغاله، هذه أحيانا حركة الكاميرا كذا كذا، فسيردون عليه. لذلك هم مثل هؤلاء، مثل طارق العريان وللأسف الشديد، وكأننا نحن اليوم في إنتاج سينمائي يشرعن، وفي إنتاج سينمائي يدعو للسرقة، وفي إنتاج سينمائي يشجع على السرقة، وفي إنتاج سينمائي أو منتجين يريدون هشاشة حقيقة، لا يريدونك أن تبدع. فلذلك يعني هون للأسف الشديد، أو في هذه أو في هذه الحياة اللي نعيشها حاليا، أو في هذه الفترة الثقافية والفنية الصعبة جدا، اللي هو إفراغ حقيقة، إفراغ العمل الفني. أنت إذا أردت أن تكون كاتبا جيد فعليك أن تكتب
شيئا هشا. إذا أردت أن تكون سينمائيا جيدا فعليك أن تكون يعني سخيف، إذا أردت أن تكون مسرحيا جيدا فعليك أن تكون تضحك، يعني أن تكون مهرج مقرف مقزز. يعني المهرج يعني طبعا هي يعني مهنة وهي فن قدير ورائع جدا، يعني التهريج يعني المهرج يعني تاريخ ممتد جدا، يعني الإضحاك والكوميديا وهاي. ولكن اللي هو هذا اللي هو التهريج بهذه الطريقة اللي هي طريقة الهبش واللبش والسرقة، هذه للأسف يعني ليست، هذه حقيقة ليست فنا. أعزائي أصدقائي كنت معكم، وهذا ملف شائك يحتاج منا إلى الكثير ربما من أن نتوقف أمامه، أن نحلله، أن نصور ونسمي الأشياء بسماتها وبصفاتها. وعندما يجيبك هناك يقول لك والله تحدثنا عن السركات، أي شخص يقول لك السركات الفنية والسركات الأدبية، لا تروح لي عند أمريكا والأمريكيين، هذا سرق من هذا وفي قضايا محكمة. طيب ما هذا طارق العريان ما حد رفع عليه قضية، يعني الراجل هذا يمكن يعني نص مسيرته أو 89 أو 70% ما أدري من إبداعه يعني هبش ولبش واقتراف واقتباس واغتراف واستنباط واستيحاء، هو يعددون لبعض الناس أو تناص وتلاص ولا حد حاسبه. وانت تروح لي تحكي لي على مثلا قضايا يجي بعض المثقفين الكبار او بعض النقاد او بعض الاكاديميين، والله ويبتكر انه هو يعرف انه فلان كذا ويعرف الكاتب الفلاني كذا ويعرف التاريخ الادبي. طب انت ما تحتاج التاريخ الادبي، انت هاي يمك، هاي يمك انت، وانت خارج من الاستوديو وانت قبل ما تدخل مريت على السينما وشفت افيش باسم سمرة ومحمد رمضان وطارق العريان وهذول كلهم، وهم يغترفون 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 تحت ما يسمى الاقتباس، يغترفون من افلام، يغترفون يعني يعني ليس بالكوريك بالجرافه. يعني انت عندما تغترف بالجرافه تاخذ يعني 70 80 60% من عمل شخص، يعني شخص اخر. لا يمكن، لا يمكن ابدا. يعني وما ادري يعني اذا كان هناك احد يستطيع ان يرد علي ويفهمني ويقنعني ويقول لي لا والله انت خاطئ، وهذا الاقتباس يحق لي ان اقتبس واخذ 60% من عملك او 80%، انت ما زلت حيا ترزق وانت كذا كذا وانا مستمر. هاي طارق العريان يقول لك انا 34 سنه وانا مستمر، ولا حد حاسبنا ولا حد كاتبنا ولا احد، يعني بالعكس انا اجد الدعم واجد انتاج واجد الملايين واجد الشركات تتنافس من اجل ان اتي واخرج لهم افلام، رغم انني يعني اغترف، رغم انني اصرف، رغم انني غصبا عن الجميع. فهاي للأسف شديد كارثة كبيرة جدا، وهذه يعني مأساة، مأساة حقيقية. يعني فالنقاد السينمائيين عليهم أن يقفوا أحيانا أمام هذه الحقائق وأمام هذه التي تسمى اقتباس أو اغترافات أو كذا، ويجب أن تسمى الأشياء بأسمائها. تحياتي تقديري، كنت معكم حميد عقبي، تابعوني تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية. لدينا ما يقرب من 300 حلقة تحدثت عن بعض الظواهر السينمائية، أفلام سينمائية، تحليل لأفلام سينمائية. كونوا معي دوما ودائما، أرحب بكم باشتراككم في هذه القناة. تحياتي محبتي حميد عقبي باريس، تشاو تشاو.